نفهم أكتر على النوع ده من اللقاحات وأهمية أن مصر تكون مركز إقليمي لتصنيعه من دكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنغهام في بريطانيا. دكتور ياسر، مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ عمرو، سعيد أكون مع أهلا حضرتك شرف مرة لينا، ثانية. شكرا جزيلا لحضرتك. حاولنا في التقرير أن احنا نشرح كده يعني بشكل مختصر أهمية هذا النوع من اللقاحات، ولكن حضرتك شايف الجيل ده من اللقاحات ازاي هيكون أداة لتسريع التعافي من كورونا؟ والله أنا بشكركم أولا على التقرير ده، كان تقرير تقريبا عفوا وافي بالنسبة لشرح اللقاحات طبعا، وأشكركم على الاستضافة. الحقيقة إن الماسنجر RNA vaccines أو اللقاحات المصنعة من الحمض الرسول الريبوزي هو المستقبل في كل اللقاحات غالبا في الـ10 سنين القادمة تقريبا يعني. والسبب الموضوع ده إن هي أكثرهم أمانا نوعا ما وأقلهم حدوثا للحساسيات وما شابه ذلك، يعني مضاعفاتها أقل بكتير أوي من الأنواع الأخرى، بالإضافة لأن حضرتك التكنولوجيا أو النو هاو لما حددناها إن شاء الله لمصر بإذن الله هيكون عندنا القدرة إن إحنا نعمل كميات كافية لأفريقيا وللدول المجاورة، بالإضافة لأنها هيبقى عندنا القدرة إن إحنا نطور برضو اللقاحات دي لما يكون عندنا لا قدر الله متغيرات جديدة في الفيروس. ده معناه دكتور ياسر ان في ثقة من منظمة الصحة العالمية في ما لدي مصر من امكانات سواء بشرية او مادية لتصنيع هذه اللقاحات وانها تكون مركز اقليمي ليها. شايف ده ازاي هذا التصور يعني وهذا الواقع؟ أنا شايف إن لا شك إحنا عندنا العلماء الكافيين والخبرات المصرية الكافية لتصنيع هذه اللقاحات، لكن هي كانت عملية الترخيص لنا وفي نفس الوقت وضع ثقة فينا لعمل هذا الشيء، بالإضافة لأنها هتكون يعني زي ما بيقولوا فتحة خير لنا إن إحنا نبقى مركز إقليمي وليس للقاح الكورونا فقط ولكن لجميع أنواع اللقاحات، لأن دي هتبقى العالم بيتغير نحو الوقاية خير من العلاج، يعني ده مش هيبقى فده فقط بالنسبة لكورونا، ممكن يكون في أنواع أخرى من الفيروسات يعني. أنواع أخرى من الفيروسات. وأحب أزيد لحضرتك بيتي يعني إن أغلب اللقاحات الجديدة اللي بتطور في علاج السرطان هي من نفس النوع ده تقريبا يعني إن شاء الله، طيب ده الحقيقة شيء عظيم مش جدا هتبقى بس طبعا. مقاومة فيروسية، هتبقى مقاومة لأمراض أخرى برضو. طيب دكتور ياسر، أرجوك تطمننا برضو فيما يتعلق بالوضع بقى الوبائي، يعني يمكن الوضع في روسيا وأوكرانيا صرف الأنظار، بقى لنا يمكن 5 أيام أهو عن الوضع الوبائي لكورونا، يعني الأمور حضرتك شايفها بتسير في أي اتجاه دلوقتي؟ والله أنا متفائل يا أستاذ عمرو، يعني الفكرة إن الأوميكرون لما جه وكان سريع الانتشار لكنه الحمد لله كان أضعف قليلا من المتحورات الأخرى اللي كانت تسبقه، وبالتالي بالرغم من إن بعض اللقاحات كانوا متخوفين إنها متديش مناعة ضده، لكن ثبت إن اتخذ 3 جرعات من اللقاح بأنواعه وأكثرهم طبعا على إطلاق الماسنجر RNA أثبتت كفاءة إنها بتدي مناعة لحوالي 90%، بالإضافة إن كلما ازداد الفيروس ضعفا زي ما حصل في الأوميكرون كلما كان ذلك نادرا، إن الموضوع هيخف إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله هنتعايش معاه لمدة شوية يعني على الأقل سنة كمان أو سنتين، لكن إن لسه شاء سنة أو الله مع سنتين. زيادة ما هو احنا عايزين بقى نطعم كل البشر اللي موجودين في الأرض، يعني ما هيش هتبقى طول ما كانت هناك النار وهناك الخشب أو الوقود صح ليها، طول ما هينتشر الفيروس في الناس اللي ما خدوش مناعة أو ما تطعموش ضد الفيروس، أكيد فلابد من تطعيم أعداد كافية من الناس عشان نوقف هذا الانتشار إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنغهام في بريطانيا، شكرا جزيلا لحضرتك.